السلام عليكم ورحمه الله. غنكملوا ان شاء الله ونوريكم الطريقه ديال الخياطه ديال القندوره اللي فصلنا في الفيديو اللي فات. دابا خديت هاد القطعه هادي ديال الثوب اللي غنفصل فيها التبطين. المهم انا غير دوك الطروفه اللي شاطولي شديت طرف مع طرف ولصقتهم حيت ما بقاش ليا طرف كبير باش نفصل فيه التبطين. خديت هنايا جوج طروفه ولصقتهم صافي. هذا غادي ناخذ الوجه ديال التبطين غادي نديرو في التحت غادي نحط فوقه هاد القطعه هادي ديال الصدر نقدها مزيان مزيان وغادي نشدها بالدبابيس باش ملي نبغي نخيط ما تعوجليش. وغادي نخيطو واحد سنتيم ديال الخياطه ونخيط على الدوره ديالي بشويه عليكم حتى تخيطو. غرزو الابره في داك الركن ديال هذاك المثلث وطلعوا كملوا بسنتيم ديال الخياطه. خاصكم تحاولوا تدوروا مع دوك الدورات اللي كاينين يعني فيما كانت عندكم شي دورات انتوما غادي تدوروا غير بشويه عليكم صافي. دابا غادي نقطعوا التبطين. الطريقه هذه سهله حيت هاد الكول هذا فيه بزاف ديال يعني فيه دوك الدورات بزاف فالطريقه غادي تجيكم سهله. شي صدق لكم الشكل ديال الكول هو هذاك. وغادي ندير واحد الافتيحات ولا كرانات هكا في الرقبه باش يجيني ساهل ملي نقلب يجيني الرقبه ديالي ما يمكن مشى ما شي حاجه تجيني ساهله. نحيد هذوك الزوائد وغادي نقلبوا التبطين ديالنا. خصكم تحاولوا تقلبوه بشويه عليكم حتى تخرجوا كلشي يعني تقدوا لا فورم ديال الرقبه يجي هو هذاك. ودابا غادي نخيطو من الفوق غنخلي واحد نصف سنتيم وندوز الخياطه ديالنا. في هذه المرحله هذه ردوا البال باش ما تجيكمش الخياطه ديالكم عوجه وغير بشويه وانتم متبعين هذيك لا فورم ديال الرقبه باش ما تخسرش معكم غير بشويه عليكم. نغرزو في اللي برا في الركن ديال المثلث وندورو. نكملوا الخياطه غادي نكمل الخياطه ديالي وغادي نمشي نصلح الكول ونوريه لكم تشوفوا كيفاش جا. وها هو من بعد ما صلحته
ودابا غادي نخيطو، غندوزو باش نخيطو هاد القطعه هادي مع الصدر. اذا غادي نشد الوجه مع الوجه، وغادي ندير الاكتاف الكتف مع الكتف بهذا الشكل هذا، وغادي نخيط. قدوا الاكتاف ديالكم باش منين تخيطوا وتحلوا الكتف ما يجيكمش جهه طالعه على جهه، يعني حاولوا تقدوا مزيان وتخيطوا. درنا كنهبط بالخياطه، كنشد واحد السنتيم ونهبط بالخياطه حتى نوصل لهذاك الركن، داك الزاويه. نهبط مزيان، نحاول ما امكن اني منين نخيط نشيط واحد السنتيم لتحت باش نهبط عليه، يعني خصني نهبط واحد السنتيم باش نلقى فين نشد الخياطه. كندور يعني كنغرز الابره ديالي في ديك القنت داك الركن، وندور بشويه عليه حتى نقاد القطع ديالي، ثم نبقى ندير في البليات. انا راه درت البليات بشكل عشوائي، يعني وزعت البليات تاعي على القطعه. نتوما بغيتو ديروا فنيتات، يعني من الاول تقادوا البليات نتاعكم بالفنيتات وتعبروا هذاك المسافه، خاصها تكون متساويه. اولا بغيتو ديروا الكشكشات، يعني دوك لي فرونس، المهم اللي بغيتو نتوما. كنشيط واحد السنتيم، كنغرز الابره في الركن ديال هذاك، يعني في القنت، يعني كنفوت هذاك كنفوت هذيك الركن بواحد سنتيم. ها انتم كما كتشوفوا، ان هذاك واحد سنتيم راه هو اللي غنخيط عليه. كنغرز الابره ديالي وكندور، راه غادي تدور لكم بكل سهوله. ندورو ونقادو مزيان ونكمل الخياطه ديالي حتى الفوق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا هنا كنقد الاكساف، اللي قلت لكم دائما قادوا الاكساف ديالكم باش منين تخيطوا ما يجيكمش ديفو، ما يجيكمش شي طالع وشي هابط، لا سيجيكم نيشان. وهانا من بعد ما خيطتها راه جات زوينه الصراحه، راه بلا دونطيل بلا شي حاجه جات فنه. زال ان شاء الله غادي نركب ليها الدونطيل. انا دوزت السورجي هنا، شوفوا التبطين عندي قصير حيت قلت لكم ما شاطش ليا الثوب. نتوما الا كان عندكم الثوب كافي غادي تكملوا القطعه ديالكم كامله، يعني تغلفوها كامله اولا تبطنوها كامله. خديت هاد الدونطيل، هاد الوريدات هادو رقاق، راه كاينين هادو اللي رقاق وكاينين هادوك اللي كبار شي شويه. المهم انا هذا هو اللي لقيت. فالدونطيل تاعو راه فيه جوج وجوه، تخيطوا على الوجه ديالو، الوجه ديالو هو اللي كيبري. خديت جوج ديال المترو، جوج مترو اللي خديت، وغادي نخيط. راه نخيط غير خياطه وحده حيت عندي الدونطيل رقيق، ما غاديش ندوب الخياطه على جوج، غنخيط غير مره وحده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الاخوات والاخوان اللي كيشاهدوني دابا، نتمنى انكم تشجعوني بوضع اعجاب، وانكم تشاركوا الفيديو مع الناس اللي مهتمين. اذا من بعد ما ساليت الخياطه ديال الدونطيل دوزت مصلوح، ودابا غادي نمشي باش نخيط.
اولا باش نمونطي الاكتاف، اول حاجه غادي نفيني الرقبه. انا غادي ندير غير جوج ديال التكفيفات بحال هكا، تقدروا ديروا التبتين الا بغيتوا. غادي نكفف دابا غادي نخيطو، نديرو الوجه على الوجه وغادي نخيطو الكتيفات ديالنا. دابا غادي نسورجي، انا راه حتى كنخيط هكا نسورجي، وغادي نجيو باش نلصقوا الاكمام. يعني هادشي اللي بقى راه ساهل، كنخيط الاكمام، كنخيط جهه بجهه، يعني جهه اليمنيه وكنخيط جهه اليسريه هكا باش كيجيني لكم نيشان، كيجيني في المنتصف نيشان. استغفر الله العظيم واتوب اليه. هادو هما الكمام. دابا بالنسبه للتركاب ديال الدونتيل على حسب الذوق نتاعكم نتوما وعلى حسب الرغبه ديالكم نتوما. انا غادي ندير الدونتيل ديالي بهذا الشكل هذا، يعني ما غاديش نديرو على فراس لكم، غادي نديرو بهذا الشكل هكا كما كتشوفوا. نتوما بغيتو تركبوه في الراس لكم ديالكم راه غادي تركبوه، المهم نتوما اللي بغيتو نتوما كيما عجبكم. اشنو غادي ندير؟ غادي نحسب انايا واحد المسافه، غادي نخلي واحد 13 سنتيم هنا، هنا فين غادي نركب الدونتيل ديالي نحسب 13 سنتيم، وغنحسبها حتى في الجهه الاخرى هكا باش نركب ما يجينيش عوج، يجيني نيشان. غادي نسطر بالمسطره واحد الخط مستقيم اللي غنتبع عليه، يعني اللي غنخيط عليه الدونتيل ديالي. رسمت خط مستقيم في على طول يعني الكم ديالي على يعني في الجهه اللي غنخيط فيها صافي، وغادي نخيطو بهذا الشكل هذا، ندوز عليه خياطه وحده هكا. بالنسبه لهنا للراس الكم غادي ندير واحد التكفيفه، غتكون تكفيفه يعني فيها غير واحد نصف سنتيم، لان عندي الكم داير. صافي، وغادي نمونطي القنيديره ديالي، نمونطي دابا القنيديره ديالي حتى لتحت. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا الطريقه ديال التفصيل، الطريقه ديال الخياطه، الطريقه ديال التفصيل. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف باش ترجعوا تشوفوا الطريقه ان شاء الله. حاولوا منين تبغيو تمونطيو البياسه ديالكم دائما شدوا بيديكم، دائما نحاول انني نقاد الطول ديالي باش ما يجينيش مراجل. دابا غادي نمشي نكفف لتحت ديال القندوره، دائما حسبوا الطول ديالكم، كتحسبوا الطول كتعاودوا تحسبوا، تطلقوا القندوره ديالكم وتحسبوا الطول وكتشوفوا شحال غادي تنقصوا اولا شحال غادي تكفوا. دابا ان شاء الله بحول الله غادي نشوفوا الشكل النهائي، وها هي القندوره من بعد ما ساليتها. قولوا لي الراي ديالكم نتوما، قولوا لي رايكم في التعليقات كيفاش جاتكم. انا بعدا عجبتني انا بعدا عجبتني، جات صراحه رائعه ما تصوروش. راه الواقع كيختلف تماما على الصوره،
التصوير ما جاش ما كيجيش باين بزاف، يعني التفاصيل ديال القندوره وحتى اللون ديالها تبدل، يعني ان الهاتف كنصور غير من الهاتف صراحه شويه كي الجوده ديال الصوره كتنقص بزاف، فالواقع راه افضل بكثير وجات فنه ما شاء الله. نتمنى تكون عجبتكم حتى نتوما وتكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. طريقة التفصيل راها في الفيديو السابق، درت لكم طريقة من الألف إلى الياء. قبلوا عليا راني كثرت شوية في الهضرة، أنا يا فيديوهاتي كيكونوا طوال حيت كنبقى نكرر ونعاود ونعاود باش كل شيء يفهم، واللي فاهم يزرب الفيديو أو لا يدوز المقطع الآخر وياخد من الفيديو داكشي اللي بغى. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.